أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس: دعوا الناس يعتقدون ما يريدون، فالإسلام يحمي العقائد وحرية العقيدة. هذا كذب. الإسلام لا يحمي العقائد الكافرة والمشركة، ما يحميها، وإنما يبطلها ويرد عليها ويقاتل أصحابها حتى يؤمنوا. هذا الإسلام جاء. لماذا شرع الجهاد في سبيل الله إلا لأجل محو الشرك وأهله ونصرة التوحيد ودين الله عز وجل؟ فلا يحمي الإسلام، لا يحمي العقائد الباطلة أبدا، وإنما يبطلها ويرد عليها ويقاتل أهلها إذا دعوا إليها وأصروا عليها ودافعوا عنها. نعم.